مجموعه من اهالي العمال المصريين اللي كانوا شغالين في الحكومه العراقيه في العراق، وطبعا لينا اهلنا ليها معاشات تقاعد عن اصابات عمل ووفاه وتقاعد اثناء خدمه، والمعاشات دي كانت بتصرف بالدولار شهريا عن طريق وزاره الماليه العراقيه محوله لمصرف الرافدين والسفاره العراقيه في مصر. توقفت منذ عام 90 حتى الان بسبب الظروف اللي حصل على العراق، واحنا حاليا موجودين دلوقتي علشان نطالب من خلال الجمعيه المصريه المتضرره حرب الخليج بمستحقاتنا المتوقفه من الحكومه العراقيه، وجايين من جميع انحاء المحافظات. احنا جينا السفاره العراقيه، رحنا بنك الرافدين ما عرفناش ناخد حقوق، بعد كده جينا السفاره العراقيه يقول لك دور على حد في العراق بتثق فيه يعمل له توكيل يصرف لك معاشك. ما اعرفش اي منطق يقول الكلام ده، واحد بقى 20 سنه مغترب عن بلد، حتى وان كان من صاحب البلد من اصحاب البلد عراقي، يعني يعرف حد ازاي يثق فيه عشان يبعت له توكيل عشان يصرف له معاشه؟ يعني شرط تعجيزي. فقلنا لا، الشرط ده تعجيزه وما ينفعش. بناء عليه طلعنا على وزاره الخارجيه، قابلنا هناك مكتب وزير الخارجيه، كان هناك مدير المكتب استاذ سيد مصطفى، قال لي يا جماعه طب خلاص احنا هنعمل سي دي بعليه اسماء الناس المتضرره وهنشوف المشكله دي. الكلام ده من سنه ونص او سنتين. سواء كان بعدين رحنا لوزاره القوى العامله، قابلنا وزاره وكيله الوزاره هناك، قالت نفس الكلام، السي دي هو يا جماعه مكتوب عليه متضرري حرب الخليج اصحاب المعاشات، برضو هنجمع الاسماء ونبعتها لوزاره الخارجيه احنا ما بين وزاره القوى العامله ووزاره الخارجيه والبنك المركزي والسفاره العراقيه وبنك الرافدين تايهين. سبب الوقفه اللي هي المطالبه نمره واحد بالافراج عن المساجين المصريين المتواجدين بالسجون العراق، نمره اثنين صرف المعاشات التقاعديه اللي موقوفه من 22 سنه لغايه دلوقتي، والحكومة العراقية تحط شروط تعجيزية. جايين نوصل رسالة ان احنا لنا حق، وان احنا عاملين وقفة سلمية عشان خاطر يعني المفروض ان الحق ده خلاص، يعني 22 سنة اللي هو كتير، ولا بنطلب فرايد ولا بنطلب أي حاجة، احنا بنطلب حقنا بس. في قضايا تعويضات، في ناس ماتت هناك، كانت اللي هي بتعمر العراق، كانت ساعدت في بناء البنية التحتية للعراق، ما يبقاش ده رد الفعل، ما يبقاش ده جزاءهم يعني. بس اخير ان شاء الله هنشوف، المفروض ان احنا يجينا رد رسمي. هو كل ما يعني على مدار السنين اللي فاتت كل ما نجي لهم يقولوا ان لازم يكون في حد في العراق ووكيل في العراق، فاحنا جايين السفاره العراقيه بس.